في إطار إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2018 تدشين نظام إصدار رخص البناء بنايات، تابعت اللجنة التنسيقية في اجتماعها اليوم برئاسة سموه سير العمل في النظام. وقد ثمن سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير نظام بنايات وتدشينه ولما يمثله من نقلة نوعية في سرعة إصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من 5 أيام، وبما تم وضعه من اشتراطات رخص البناء في دليل موحد ما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية، ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد. وأشار خلف إلى أن نظام بنايات هو إحدى مبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التي تصب في إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا لتطوير الاقتصاد في المملكة. وقال إن توجيهات سموه جاءت لمنح إصدار تراخيص البناء الأولية في عمليات التطوير والتحسين، نظرا لكون تراخيص البناء لا سيما الاستثمارية منها لها ارتباطات مباشرة بالحركة العقارية والاستثمارية التي لها دور في تعزيز اقتصاد البحرين. وبيّن الوزير أنه بهذه الرؤية التي ستسهم في تغيير جذري لمنظومة التراخيص.